السلام عليكم. النهارده هنتكلم على بروجرامينج والسي بلس بلس. خلونا بس نعمل في الاول ريفيجن سريع جدا جدا على كل اللي عدى علينا الفتره اللي فاتت علشان نبدا نشتغل على حاجه جديده. اتكلمنا في اول ما بدانا عن ان في عندي حاجه اسمها الكمبيوتر سيستم، وقلنا ان الكمبيوتر سيستم دوت بيتكون من ثلاث مكونات اساسيه اللي هما الهاردوير والسوفتوير والهيومن وير. وبعدين بدأنا نتكلم عن كل واحد فيهم بالتفصيل شوية، واتكلمنا عن الهاردوير وقلنا ان الهاردوير هو اي ماشين، اي مكنة انا اقدر امسكها بايدي ابتداء من الماوس لحد السيرفر. واتفقنا ان حضراتكم كنتوا غاديين في مادة المقدمة بيانات كتير جدا عن او تصنيفات كتيرة جدا عن انواع الهاردوير المختلفة اللي ممكن الناس تكون شافتها. قلنا كمان عندي حاجه اسمها الكمبيوتر سوفت وير، ولما جينا نتكلم عن السوفت وير اتكلمنا على كذا نوع من انواع السوفت وير. قلنا ان السوفت وير عندي بيتقسم ليه، يا اما برامج عاديه يا اما نظام تشغيل، واتكلمنا بالتفصيل عن كل واحد منهم. قلنا يعني ايه اوبريتنج سيستم، قلنا ان الاوبريتنج سيستم مشهور جدا 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 اشاره طبعا الويندوز، وقلنا ان هم انواعها كتيره، لكن مع اختلاف النوع دوت فهو احد البرامج المسؤول عن ان يقدم لك خدمات ويعملها اتصال ما بين حضرتك وبين المكونات الداخليه اللي في الحاسب. من امثله انواع الاوبريتنج سيستم المشهوره هيبقى عندي طبعا حاجه زي اليونكس والويندوز والدوس واللينكس والماكنتوش. نقدر نضيف كمان عليهم في الفتره الاخيره الاي او اس والاندرويد على اعتبار ان هم احد انواع الاوبريتنج سيستمز اللي انتشرت الاخيره مع ظهور الموبايل. الكمبيوتر سيستم بتاعي بيتكون من مجموعه من البرامج، والبرنامج هو تعريفه عباره عن سيت اوف انستراكشنز، وقلنا ان البرنامج بياخد مجموعه من الاوامر ورا بعض وبيبدا تنفيذ الاوامر دي ورا بعض بالترتيب اللي حضرتك مديهوله، وان الهدف من تنفيذ حاجه زي كده انه يعمل كل الشغل اللي انت طالبه. البرامج دي بتبقى اشكالها كتيره وانواعها كتيره، كان في منها سيستم بروجرامنج او سيستم بروجرامز اللي هي البرامج المسؤوله عن النظام، في منها برامج تبقى خاصه بالانترتينمنت وفي الايديتورز وترانسليتورز، انواع كتير جدا جدا والافات الافات من البرامج. لما جينا نتكلم بعد كده على البروجرامنج لانجويجز بصفه خاصه اتكلمنا على ان انا ممكن اصنف البروجرامنج لانجويج لاكثر من تصنيف، وقلنا ببساطة ان انا التصنيف بتاعي هو اني بصنف البروجرامينج لانجوج يا اما على حسب التوقيت الزمني اللي هي ظهرت فيه، يا اما بصنفها على انها لغات عالية المستوى او لغات منخفضة المستوى. اما جينا نتكلم قلنا ان عندي لغات كتير جدا جدا جدا، حوالي اكتر من 180 نوع من انواع لغات البرمجة زي السي والسي بلس بلس والجافا والباسكال والفورتران والكوبل والالجول والادا والليسب، انواع كتير جدا واتكلمنا بالتفصيل شويه عن بعض منهم. لكن اتفقنا ان يعني ايه هاي ليفل لانجوج، قلنا ان الهاي ليفل لانجوج دي هي لغه اقرب للغه البني ادم الطبيعي، وده معناها انك لما بتيجي تكتب البرنامج بتكتبه بلغه شبه لغه حضرتك، علشان كده هي اسمها هاي ليفل لانجوج. ما بتكتبش البرنامج بتاعك باستخدام الزيروز والوانز اللي هي احنا ما نعرفش نكتب بيها، على العكس اللو ليفل لانجوج. قلنا ان اللو ليفل لانجوج لما باجي اصنفها فانا عندي نوعين اساسي من انواع اللو ليفل لانجوج، النوع الاولاني اللي هي الماشين لانجوج والنوع الثاني الاسمبلي لانجوج. اتفقنا يعني ايه ماشين لانجوج يا جماعه؟ قلنا ماشين لانجوج دي معناها ان انا اكتب كل حاجه باستخدام الوحايد والاصفار، او اني استخدم نيمونيك كودز او استخدم بعض الرموز، والرموز دي انا بستخدمها علشان تعمل لي رموز بسيطه تسهل عليا كتابه اللغه بتاعتي، والاثنين بيتصنفوا كلو ليفل لانجوج. اتكلمنا كمان عن حاجه اسمها الكومبايلر وحاجه اسمها الانتربريتر. وقلنا ايه يعني ايه كومبايلر؟ قلنا ببساطه ان الكومبايلر دوت هو برنامج وظيفته يعمل لي تحويل البرنامج بتاعي من السورس كود، السورس كود اللي هي اللي انت شغال بيها اللي هي لغه السي، للاوبجكت كود او الماشين لانجوج او اللغه اللي الحاسب بتاعك يقدر يفهمها. ف
فيبقى عندي الكومبايلر الوظيفة الأساسية هي عملية الترانسليشن، عملية التحويل. بجانب كده فهو بيعمل ديتكشن لأي ايرورز ظاهرة عندك، بيعمل اكتشاف للمشاكل اللي ظاهرة عندك ويساعدك عشان تحلها. اما بدأنا نشتغل في السي كمان اتكلمنا على حاجة اسمها اللينكرز، وقلنا يعني ايه لينكر. قلنا ان اللينكر ده عبارة عن برامج وظيفتها تربط ما بين البرنامج بتاع حضرتك وبين اي ملفات تانية. يعني ايه؟ لما جينا نتكلم وقلنا يعني ايه اي او ستريم، فكرت حضراتكم الاي او ستريم ده عبارة عن ملف موجود اصلا ضمن مكتبات لغة السي بلس بلس، وقلنا ان انا لازم اللينكر بتاعي يربط بين برنامجي وبين الاي او ستريم، لكن من غير وجود اللينكر مفيش ربط هيحصل، مفيش برنامج هيشتغل. لما نيجي نتكلم على اشهر او البدايات بتاعه ظهور الحاسب، هلاقي ان الحاسب بتاعي اول ما ظهر حطوا حضراتكم في المقدمه ايه شكل الحاسب دوت اللي ظهر، وايه اول برنامج اتعمل، واشهر الحاجات دي اتعملت ايه، وكانت لغه الاداه هي من اول اللغات اللي اتعملت، وكانت اول مبرمجه او اول مبرمج على وجه الارض هي واحده ست اسمها اداه. طيب من الجزء اللي فات ده كله نبقى قادرين ان احنا نجاوب على الاسئلة دي. نبقى عارفين يعني ايه حاسب، يعني ايه برنامج، ازاي يعني ايه نعمل كومبايلر، يعني ايه اوبجكت كود، يعني ايه سورس كود، يعني ايه اوبريتنج سيستم. تعال نكمل ونشوف يعني ايه بروجرامنج اند بروبلم سولفينج، يعني ايه كلمة برمجة ويعني ايه كلمة حل المشكلات. لما باجي اتكلم على البروجرامنج فاول حاجه بنتكلم عليها اسمها الالجوريزم. يعني ايه الالجوريزم؟ هي عباره عن خطوات حل اي برنامج عند حضرتك بس باي لغه انت عارفها. يعني ايه؟ لما اشتغلنا على الفلوت شارت يا شباب قلنا اني ممكن اعمل رسمه الفلوت شارت بتاعتي لو انا خدتها وعملت لها صياغه باي لغه انا عارفاها سواء كانت بالعربي او بالانجلش، فده معناه ان انا بكتب الجوريزم، ده معناه اني بكتب الجوريزم، وبيتكتب باي لغه انت عاوزها. في بعض الاحيان بيتسمى البسودو كود، بسودو كود. لما باجي اصمم البرنامج بتاعي عاده البرنامج بيعمل او بيعدي على مرحلتين اساسيتين. المرحله الاولانيه اسمها البروبلم سولفينج فيز، والمرحله الثانيه اسمها الامبلمنتيشن فيز. من غير ما نخش في تفاصيل كتير، فبروبلم سولفينج فيز هي المرحله اللي انا بصمم فيها الاوامر بتاعه البرنامج بتاعي، انما الامبلمنتيشن فيز هي المرحله اللي بعمل فيها ران للبروجرام بتاعي. نتكلم على المرحله الاولى. في المرحله الاولى حضرتك بتبقى محتاج تحدد ايه الانبوت اللي ظهر عندك في البروجرام بتاعك، الاوتبوت اللي خارج في البروجرام بتاعك، ومش بس كده الاوتبوت ده ازاي هيتم ترتيبه، ازاي هتعرضه، ازاي هتخرج الاوتبوت بتاعك على الشاشه للشخص اللي بيستخدم البرنامج بتاع حضرتك. قبل ما ابدا انفذ البرنامج بتاعي واشغله المفترض ان انا بعمل حاجه اسمها تيست الالجوريزم فور كوركتنس. تيست الالجوريزم فور كوركتنس يعني اتاكد من ان البرنامج بتاعك كوركت، ومعنى اتاكد ان هو كوركت يعني اتاكد ان مفيش اي اخطاء ظاهره في البروجرام عندي، وده هنتكلم عنه بعد شويه صغيرين على ايه هي انواع الاخطاء، وعلى الرغم من ان احنا اتكلمنا عنها مره قبل كده. في المرحله الثانيه مرحله الامبلمنتيشن او مرحله التنفيذ المفترض ان البروجرام بتاعي بيبدا يعمل لينك وبيبدا يعمل رن، وابدا اشغل البرنامج بتاعي واتفرج على الاوتبوت بتاعه.
يبقى الاول هعمل عملية ترانسليشن، بعدها اللي هي مرتبطة بالعملية الكومبايل، بعدين هرام البروجرام دوت واتفرج على الريزلتس بتاعت البروجرام بتاعي. نبتدي نتكلم عن السي بلس بلس. لما نبتدي نتكلم عن السي بلس بلس، فاحنا اتكلمنا في البداية عن شكل البرنامج بتاعنا في لغة السي بلس بلس، اتكلمنا كمان على بعض الجمل البسيطة في السي بلس بلس. كانت بداية لغة السي عبارة عن لغة اسمها البي، والبي دي اتطورت فظهرت سي، اتطورت شوية كمان فبقت السي بلس بلس، وارتبطت البلس بلس دي بلغة السي على اعتبار انها فيها اوبريتور اسمه بلس بلس، فيها اوبريتور اسمه زائد زائد، وده احد الاوبريتورز المهمة ما كانش موجود في اي لغة قبل السي بلس بلس. زي ما حضراتكم شايفين اللي اخترع اللغة بتاعت السي اسمه دينيس ريتشي، والراجل دوت اخترعها سنة 1970. تعالوا نشوف شكل البرنامج بتاعي بيتكتب ازاي. اما جينا نتكلم قبل كده يا جماعة قلت لحضراتكم ان بداية البروجرام بتاعي دايما بيبتدي من الاشارة دي او العلامة دي، وقلت لكم ان كلمة مين هي اي اشارة او هي البداية الحقيقية للبروجرام بتاع حضرتك، وان اي حاجة بتتكتب فوقيها او اي حاجة بتتكتب تحتيها ممكن تختلف على حسب نوع البروجرام اللي انت شغال عليه. وزي ما البرنامج بتاعي بيبتدي وبيبتدي بالاشارة او العلامة بتاعة الاقواس، لازم هو كمان ينتهي بنفس الاشارة اللي هو القوس بتاع المجموعة. يبقى البروجرام بتاعي الاستراكشر بتاعه اني ببدأه من عند المين، وبعدين ببدأ بفتح الاكواز بتاعت المجموعة وبنهيها، يبقى البروجرام بتاعي هو كل الجزء اللي في النص هنا. لكن اتفقنا ان انا ممكن في بعض الاحيان احتاج مكتبة زي اي او ستريم، وفي الحالة دي انا بحتاج ان انا اعرف المكتبة دي فوق، بحط المكتبة بتاعتي فهاش انكلود، واكتب اسم المكتبة قبل بداية البروجرام نفسه. تعالوا نشوف مع بعض مثلا لو انا حابة ان انا اكتب برنامج، وليكن البرنامج ده برنامج صغير، هيبدا يعرف لي ثلاث متغيرات. عشان اعرف الثلاث متغيرات اول خطوه لازم اعملها اني اعمل variable declaration، لازم اعرف المتغيرات بتاعتي. ومن ضمن القواعد الموجوده في لغه السي يا جماعه اني ما ينفعش استخدم متغير الا لما اعرفه، وما ينفعش استخدم المتغير الا لما اعرفه. طيب قلنا كمان اخر مره اتكلمنا فيها ايه هي انواع الداتا تايبس الموجوده جوه لغه السي، وقلنا كمان ان المتغيرات بتاعتي في قواعد لما باجي اشتغل عليها، زي مثلا ان المتغير بتاعي لازم اسمه ما يبداش برقم، قلنا ان المتغير بتاعي ما ينفعش اسمه يتعدى 40 حرف، قلنا المتغير بتاعي ما ينفعش يحتوي على سبيشال كاركترز، قلنا ان المتغير بتاعي ما ينفعش يبدا بارقام، ودي من اصعب الاخطاء اللي ممكن حد فينا يقع فيها. تعالوا نبص على جمل الادخال والاخراج. اول جمله خدناها في لغه السي بلس بلس هي جمله الادخال، سوري الاخراج، وبدانا بجمله الاخراج واتفقنا الاخراج يعني سي اوت، وقلنا بتتكتب بالشكل اللي انا كاتباه قدام حضراتكم هنا. مش مشكله ايه هي الرساله اللي انا هطبعها، الفكره ببساطه اني بكتب سي اوت سي اوت، وبكتب بعديها العلامه بتاعه الاقواس بتاعتها، وبعدين بحط علامات التنصيص. يعني ايه سلاش ان؟ قلت لحضراتكم سلاش ان يعني ابدا سطر جديد. يبقى بحط سي اوت، بفتح العلامات بتاعتي، وبعد ما بحط العلامات بحط علامات التنصيص، وبكتب هنا اي مسج انا عاوزاها تظهر. جملة الادخال، قلنا بجملة الادخال يا جماعة اسمها سي ان، لاحظ هنا ان الرمز بتاعي اختلف، ان الشكل بتاع الاقواس بتاعتي اختلف، وان الاقواس بتاعتي لما اختلفت ده معناها ان الجملة نفسها اختلفت. هنبدأ حضراتكم نبص على المثال زي اللي قدامي هنا، انا بقول له سي ان، وبحط اسم المتغير اللي انا عاوزة اقرا له قيمة. تعالوا بقى نشوف الكود بتاع البرنامج ده.
زي ما انتم شايفين هي جملة عادية جدا. دي جملة تعتبر اسمها assignment statement. ايه وظيفة الassignment statement دي؟ هي مفترض انها بتعمل عمليات الجمع والطرح والضرب العادية اهو، بس لازم الجملة دي تنتهي بالعلامة دي. العلامة دي اسمها السيمي كولون، وبعض الناس بتسميها السيمي كوما او الفصلة المنقوطة. المهم ان هي دي الإشارة اللي بتقول ان الجملة بتاعتي اتلغت. بستخدم علامة النجمة علشان اقول ان دي عملية ضرب، وبستخدم علامة اليساوي علشان اساوي الرقمين دولت او الطرفين دول. من ضمن الحاجات اللي لازم نخلي بالنا منها يا جماعه ان الفاريبلز لازم يحصل لها ديكلاريشن قبل استخدامها، ما ينفعش استخدم المتغير قبل ما اعرفه. كمان لازم انده على الدايركتيفز. يعني ايه دايركتيفز؟ الاي او ستريم واللي زيها اللي هم الهيدر فايلز بتاعتنا. لازم ان انا انده الهيدر فايل بتاعي في اول البرنامج خالص، وما ينفعش استخدم حاجه جوه الهيدر فايل ده الا لما انده الدايركتيفز نفسها. يعني يوزنج نيم سبيس، احنا اتكلمنا يعني يوزنج نيم سبيس. هي صراحه بتوفر على حضراتكم ان انتوا تقعدوا تكتبوا نقط فوق بعض والحوارات دي، لكن مش في كل الكومبايلرز يا شباب لازم ان انا اكتبها. بالعكس، في كومبايلرز كتير جدا انت ما بتحتاجش تكتب يوزنج نيم سبيس اساسا، لان هي ما بتعتبرش من ضمن الرولز بتاعه كتابه اي بروجرام في السي بلس بلس. ده الشكل الاساسي للبروجرام، انتجر مين وفي الاخر بفتح الاقواس وبقفلها. اتفقنا كمان ان كلمه انتجر دي انا ممكن ابدلها ب void بفلوت باي حاجه انا عاوزاها. عشان اكتب البرنامج بتاعي اول حاجه بعملها اني بحط البرنامج بتاعي السورس كود جوه الاديتور. ايه هو الاديتور؟ الاديتور هو الشاشه اللي حضرتك بتكتب فيها البرنامج بتاعك. بعدين بعمل له كومبايل، دي الخطوه نمره 2، واخيرا طبعا اللينكر بيبدا يشتغل، وبعد ابدا اتفرج على البروجرام دوت واصلح الاخطاء اللي ظاهره فيه لو كان عندي اخطاء. الخطوات دي تعتبر هي خطوات تنفيذ اي برنامج في الدنيا، ابتداء من كتابه البرنامج، مرورا باللينكر، مرورا بالكومبايلر، ومرورا بكل الخطوات دي لحد ما توصل للرن. طيب من الجزء اللي فات احنا بقينا عارفين نقدر نرد يعني ايه جمله سي اوت، يعني ايه جمله سي ان، ونقدر نقول يعني ايه هاش انكلود اي او ستريم. يعني ايه بج؟ لما باجي اقول يعني ايه بج يا جماعه، بج يعني حشره. كلمه بج يعني حشره. الحشره دي معناها وجود خطا في البرنامج بتاعك، وده معناه ان لازم اعمل تيست للبروجرام بتاعي كويس جدا عشان اصلحه من الاخطاء اللي ممكن تواجهني، واللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ان الاخطاء بتاعتي كذا نوع. انما عمليه الديباجنج بقى، دي باجنج يعني شيل البج، يعني شيل الاخطاء اللي موجوده في البروجرام بتاعك. طبعا الكومبايلر من احد الحاجات الاساسيه اللي بتساعدني علشان اعمل ديباجنج للبروجرام بتاعي، عن طريق ان هي بتطلع لي الاخطاء اللي موجوده وبتحاول تساعدني في تصليحها. انواع الاخطاء اللي ممكن تواجهني في البروجرام بتاعي واللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده هما ثلاثه: السينتاكس ايرور، والران تايم ايرور، واللوجيك ايرورز. السينتاكس ايرور معناها ان حضرتك خطا في الرولز اوف ذا لانجويج، خطا من قواعد اللغه نفسها، وعاده الكومبايلر بيعمل ديسكفر ليها، او عاده الكومبايلر بيكتشف الاخطاء دي. لكن عندي نوع تاني اللي اسمه الران تايم ايرور،
ران تايم ايرور يعني اخطاء في وقت التشغيل، وده معناها ان اللينكر هو اللي عامل لك المشكله، او ان اللينكر مش قادر يربط مع ملف من الملفات اللي عندنا، وده اللي بيعمل اخطاء وقت التشغيل. اخيرهم اللوجيك ايرور، واللوجيك ايرور على فكره ده من اصعب انواع الايرورز اللي بيتم اكتشافها. ده ايرور جاي نتيجه خطا حضرتك الشخصي، ده خطا في المعنى اللي انت كاتبه، وده الجهاز او الحاسب او الكومبايلر ما بيقدرش يكتشفه. مين اللي فات نقدر نقول يعني ايه بروجرام ايرور، نقدر نقول يعني ايه كومبايلر، نقدر نتكلم ايه لازمه السيمي كولون، نقدر نقول البروجرام بتاعي ايه الخطوات اللي انا بستخدمها علشان اصلح اي مشاكل في البروجرام بتاعي. تعالوا نبص على مثال زي المثال ده. المثال ده على فكره من ابسط الامثله اللي موجوده. المثال ده هو كل اللي بيعمله ان هو بياخد رقمين ويطبعهم ويحط لحضراتكم المجموع على الشاشه. لما نيجي نتكلم على المثال دوت يا جماعه، البروجرام ده هي الناس الاول هتحس ان البرنامج ده كبير حبتين، لكن البرنامج هو فعليا مش كبير ولا حاجه. لو بصيتوا كده لو ان الجزء ده كده كله هو عباره عن تظبيط لشكل الاوتبوت اللي خارج من البرنامج، فالبرنامج بتاعي فعليا هو الكام جمله دول. في الجزء الاولاني انا عرفت المتغيرات، بعد ما عرفنا المتغيرات عمليه الطباعه بس مجرد للتنظيم، وبعدين قرينا المتغير الاول والمتغير الثاني وجمعنا الاثنين مع بعض او ضربنا الاثنين مع بعض، وبعدين بدانا نطبع على الشاشه. ده الشكل بتاع الاوتبوت اللي خارج من البروجرام. عشان كده انا قلت لحضراتكم من ضمن الحاجات اللي لازم تصممها شكل الاوتبوت بتاعك اللي انت محتاجه يطلع بيه. الشكل ده هو جاي لي من البروجرام ده. تقدروا حضراتكم، وده يا ريت يعني الناس تجرب البرنامج ده، تطبقه على الحاسب وتبدا تجربه، واي اخطاء هتبقى ظاهره عندك ده معناها ان انت محتاج تعيد نظر في البرنامج اللي محطوط في البرزنتيشن لان هو شغال. ده الشكل الاساسي او لاي اوت للبروجرام بتاعي، الانكلود او الدايركتيفز، بعدين البرنامج بيبتدي، دي الجمل بتاعه البرنامج بتاعك، ودي اشاره البدايه ودي اشاره النهايه. تعالوا نتكلم عن الارثماتيك اوبريتورز. يعني ايه ارثماتيك اوبريتورز يا جماعه؟ يعني العمليات الحسابيه اللي بتتم في البروجرام. نفس العمليات الحسابيه العاديه اللي بتتم في الالجبرا او بتتم في الجبر هي هي اللي بتتم في السي بلس بلس، الاديشن والستراكشن مالتبليكيشن الديفيجن والريميندر، وده الطريقه اللي بتتكتب بيها الجمله على السي بلس بلس، وده احنا كنا اتكلمنا عنه، واتكلمنا كمان على اولويات العمليات الحسابيه. مش بس كده، عندي حاجه اسمها ريليشنال اوبريتورز. يعني ايه ريليشنال اوبريتورز؟ يعني العمليات العلاقيه او اللي بتدي علاقه ما بين حاجتين. يعني كده ببساطه المتغيرات اللي بنستخدمها او العلاقات اللي بنستخدمها في الكونديشن في الشرط. لما جينا اشتغلنا على الفلوت شارت كنا بنستخدم اكبر من واصغر من، اكبر من يساوي واصغر من يساوي، دي طريقه كتابتها ودي طريقه استخدامها في السي بلس بلس، ومعنى كل واحد فيهم في الجدول هنا تقدروا حضراتكم تطلعوا عليه. ده كان الجزء الاولاني، هرفع لحضراتكم على طول بعد شويه صغيرين الجزء الثاني. الجزء الثاني هشتغل فيه على اول نوع من انواع الجمل في لغه السي بلس بلس اللي هي الكونديشنال ستيتمنت. اشوفكم على خير ان شاء الله.